موسم صعب، موسم صعب جدا على مدار رؤيتي لنادي الزمالك، وعلى مدار رؤيتي او عمري في مشاهدتي لنادي الزمالك، فده ربما يكون الموسم الاصعب على نادي الزمالك بناء على الظروف اللي عاشها نادي الزمالك. الزمالك يستحق هذه البطولة، الزمالك عمل بطولة كبيرة في أسماء كبيرة ونجوم كثيرة في نادي الزمالك. أحب دايماً أقول قائمة الشرف، أحب دايماً أقول قائمة الشرف في نادي الزمالك، قائمة نادي الزمالك موسم 2021-2022 الفائزة بالدوري والكاس، وأقول كل الأسماء اللي شاركت في الدوري، أسماء راحلة أو أسماء حاضرة. بدأ الزمالك الموسم مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ثم البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي لنادي الزمالك. في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم، وفي خط الدفاع محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد طارق ومحمد حمدي واحمد رفاعي ومحمد عبد الشافي واحمد زكي وحمزه المسلوسي وحازم امام واحمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه، وفي خط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز وحمدي علاء ومحمد حسام وامام عاشور واسلام جابر ومحمد اشرف رؤى وماجد هاني ومحمد الخضري وسيف جعفر، اسماء عظيمه كلها واسماء هايله. كمان عليهم سيد عبد الله نيمار ومصطفى فتحي ويوسف اوباما وايمن حفني واشرف بن شرقي ورزاق سيسي وحسام اشرف ويوسف اسامه نبيه وزيزو ومحمد ونجم وشيكابالا وسيف الجزيري وعمر السعيد. كل هؤلاء شاركوا في هذه المسابقه، كل هؤلاء شاركوا في هذا الانجاز، كل هؤلاء فرحوا جماهير نادي الزمالك، وللمره المليون مليون مبروك لنادي الزمالك.